السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب جريد 6. هنتكلم النهاردة في الماس عن درس Ordering and Comparing Integers. زي ما خدنا قبل كده في اللاين نمبر الحصة اللي فاتت الزيرو والجزء اللي على الرايت ده اللي هو البوزيتيف والجزء اللي على الليفت اللي هو النيجاتيف. في عندنا حاجتين ناخدهم مفرزان اللي زي كأنك بالظبط بتطلع السلم، يبقى النمبر بيبقى greatest 0 بعدين 1 2 3 4 بيبقى مور، وبنزل تاني من على السلم يبقى لزان يبقى 0 وبعدين بيقل negative 1 negative 2 and so. نشوف الكلام ده كده في example put more than or less than negative 2 2 two numbers. هنا النمبر الفيرست نمبر اللي هو نيجاتيف والسكند اللي هو 2 بوزيتيف. اني نمبر بوزيتيف مور ذان اني نمبر نيجاتيف، يبقى على طول هنا نيجاتيف 2 ليس ذان ايه 2. نشوفها كده اللي بعد كده 0 ونيجاتيف 2. الزيرو على اللاين عامل ازاي هنا قبل مين نيجاتيف 2؟ يبقى هو المور، يبقى هو ايه مور زان نيجاتيف 2، يبقى 0 مور زان. شوفها كده، يبقى عندنا هنا 0 مور زان اني نمبر ايه بوزيتيف، وليس زان اني نمبر 0 مور زان اني نمبر نيجاتيف، وليس زان اني نمبر ايه بوزيتيف. نمبر 3 ونيجاتيف 4 3 بوزيتيف وهنا نيجاتيف، يبقى على طول بوزيتيف مور ذان على طول. اكزامبل اللي وراه نيجاتيف 1 نيجاتيف 4، نبص كده على اللاين نيجاتيف 1 اهو نيجاتيف 4 نيجاتيف 1 قبله، يبقى هو الايه المور، يبقى نيجاتيف 1 مور ذان نيجاتيف 4 3 و نمبر ايه التاني بتاعنا ده اللي هو نيجاتيف ايه 3 3 بوزيتيف، يبقى على طول هو المور. 0 4 زي ما قلنا ان الزيرو لزان ان ايه بوزيتيف نمبر، يبقى الزيرو هنا ايه لزان. شوف الاكزامبل بعده، في عندنا حاجتين هناخدهم اسندنج وفي ديسندنج. زي ما انتم شايفين كده الاسندنج ده بيطلع ازاي بالخط بتاعنا بالسهم بتاعنا ده زي هو السلم بالظبط. السلم بيطلع بقى تحت خالص في الارض اللي هو الزيرو، وبعدين 1 2 3 بيطلع لفوق. ديسندنج عكسها، بنزل 5 4 3 2 1 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وهكذا ايه نيجاتيف 3 اند ايه سو. طيب نشوف تاني كده الاسندنج برضك. الاسندنج عبارة عن ايه from the smallest، يبقى بنبدأ بالسمولست وبننتهي من مين greatest. وزي ما انتم شايفين كده السمكة دي البق بتاعها عامل ازاي، النمبر اللي قدام البق بتاع السمكة كده يبقى هو اللي المور مور زان، واللي ورا البق ده خالص يبقى هو اللي الزان. لو النمبر هنا برضك اللي قدام هنا يبقى هو المور زان، واللي ورا البق ده يبقى هو اللي ايه للزان. نشوف الديسندنج عامل ازاي، فروم ذا جريتست يبقى ببدا بالكبير، ويتو ذا سمولست بنتهي بالايه بالصغير. شوف اكزامبل الرينج، الرينج هنرتب، هنرتب ازاي بالاسندنج. اتفقنا الاسندنج بيبدا بالايه ذا سمولست، فيري جود. طيب شوف السوليوشن بتاعنا، فين السمولست عندنا هنا؟ طبعا السمولست هيبقى الايه الحاجات اللي فيها نيجاتيف اللي هي مين، يبقى نيجاتيف 4 بعده مين نيجاتيف 2 وبعدين نيجاتيف 1 وبعدين 0 ايوه 3 وبعدين 4. هنا بقى في ممكن يجي لنا سؤال يقول لنا ايه سمولست نمبر، سمولست نمبر اللي هو مين هنا نيجاتيف A4، وجريتست نمبر اللي هو هنا مين
الفور عشان الاسندنج بيقول لي ايه فروم ذا سمولست، ببدا بالسمولست وانتهي بالايه بالجريتست. شوف اكزامبل تاني. هنا الرينج بس عن طريق الايه ديسندنج. ديسندنج عندنا هنا جريتست تو ذا سمولست، يعني ببدا بالكبير. الكبير عندنا هنا مين؟ اللي هو الجريتست بتاعنا اللي هو 6. ومين بعد 6 ايه 5 بعدين 2 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف ايه 3 برضك نفس الموضوع. فين الجريتست نمبر هنا اللي هو 6، سمولست نمبر اللي هو 3 ايه نيجاتيف 3. اكزامبل تاني بعده هنا ايه كومبليت عن طريق الايه الساين بتاعنا اللي هي هنا للزان مور زان ايكوال نمبر ايه 4 ونيجاتيف 7. طبعا الفور ده ايه بوزيتيف، يبقى على طول هو الفور ايه مور. البي نيجاتيف 5 والزيرو، يبقى على طول الزيرو اهو والنيجاتيف 5 يبقى ورا خالص هنا، يبقى الزيرو هنا مور يبقى النيجاتيف 5 لز ميزان. سي ابسوليوت نيجاتيف 5 اللي هي تبقى 5، يبقى ال 5 والزيرو يبقى ال 5 ايه مور زان. نمبر دي نيجاتيف ابسوليوت نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 الابسوليوت اللي هي هتبقى 2 وبره النيجاتيف يبقى نيجاتيف 2، وهنا نيجاتيف 2 يبقى ايكوال. نمبر اي ابسوليوت نيجاتيف 5 وهنا ابسوليوت نيجاتيف 5 وهنا ماينس، يبقى ابسوليوت نيجاتيف 5 5 وهنا 5 5 ماينس 5 يبقى 0 و 0 يبقى نعمل ايه ايكوال. الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لنا رايت ان رايت ذا انتجري بتوين اتش 2 انتجري اوف ذا فلوينج. النمبر بتاعنا اللي هو التو نمبرز اللي هو الفور والنيجاتيف 5 النيجاتيف 1 نشوفهم كده على اللاين بتاعنا. الفور عندنا اهي فوق والنيجاتيف 1 اهي. نشوف النمبرز البتوين اللي هو مين، يبقى عندنا 3 و 2 1 0. شوفهم كده في السولوشن 3 2 1 0. نمبر بي نيجاتيف 5 و 0 بتوين نيجاتيف 5 و 0 يبقى ناخد مين نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. نمبر سي ابسوليوت 3 نيجاتيف 3 اللي هي 3، يبقى 3 و 0 ادي 3 وادي 0 والبتوين اللي هما مين 1 و 2. لو ابدا الاول ب 2 وبعد كده 1. الاكزامبل الاخير بيقول لنا رايت يوزنج ذا ليستنج ميثود اتش اوف ذا فلون. نمبر اي سيت بتاعتنا سيت اوف اكس وير اكس بلانج تو ناتشرال نمبر اكس مور ذان 3. طيب هنا بنشتغل على السيت بتاعتنا اللي هي الـ natural number. طب الـ x more than 3 more than 3 اللي هي مين 4 5 6 as a as zone and so نشوفها كده 4 5 and a so. number b set of y where y belong to z z اللي هي الانتجر y less than or equal 3. طيب بدل فينا equal يبقى 3 معانا وبناخد ايه more than. طيب ناخد 3 والمور وless than يبقى 3 2 1 0 بنكمل عشان هنا الايه الزد بتاعتنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 ونكمل بعد كده كمان.
and سو. شوف كده 3 2 1 0 negative 1 and سو. Number C set of x where x لن جبتو z. دي بنقراها بطريقتين. ممكن يبدا على طول نقول له نيجاتيف 2 لزان x لزان or equal 3. ممكن نقولها من عند x نقول x more than negative 2 and less than or equal 3. طب دي نشوفها هنا x more than negative 2 more than يبقى هنا الايه negative 1 ومعانا الايكوال قلنا بناخد النمبر بتاعنا اللي هو 3 يبقى عندنا نيجاتيف 1 لغاية 3 بنكتبهم يبقى نيجاتيف 1 0 1 2 3 نشوف كده نيجاتيف 1 0 تمام يبقى احنا كده النهارده خلصنا الاكزامبل بتاعنا كله وخلصنا الدرس بتاعنا والحمد لله كده نقدر نقول لكم في نهاية الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا ريت تشتركوا معانا في القناة ونتحاور في كل حاجة عايزينها.